بيروت ووسط المدينة بيروت تحديدا للحفل الخيري أو العشاء السنوي لجمعية حماية اللي أقاموه بوسط المدينة بيروت، وكان نجومه شخصيات كثيرة. وإذا حكينا عن الشخصيات الفنية، النجمين هيفا وهبي وعاصي الحلاني. بلقاء مع هيفا وهبي اللي حنتابع كيف غنت وطلت على المسرح، خبرتنا عن امور كثيره، منها عبرت عن سعادتها من نجاح الكليبين اللي قدمتهم بالفتره الاخيره ام جي كي وزاين ساك، ايضا تحدثت عن امورها المستقبليه، ومنها حفل خيري بلندن حيكون لمساعده بعض العائلات اللبنانيه بالفتره المقبله، ومهرجانات عديده حنتابعها اكيد معها خلال الصيف، منها مهرجان اهمج. ايضا حتعطينا المعلومات الاوليه عن مسلسل مولد وصاحبه غايب، وهل سيكون خلال شهر رمضان المبارك هذا العام ام لا؟ اكيد الاجابه مع هيفا بهالتقرير. نجمتنا اللبنانية العربية النجمة هيفا وهبي اللي مزينة كل المسارح، كلكم بانتظار انه تزودنا بمقتطفات من حفلة الرائع اللي تم بأربيل، واليوم زينت وسط المدينة بيروت بأولى حفلات الصيف بدنا نقول بطلتها الحلوة، وهو حفل خيري، وهيدا موضوع لا تتوانى عنه نجمتنا هيفا عن هذا الموضوع. هيفا ألف مبروك، كل النجاحات. قبل ما نحكي عن اليوم بدنا نقول لك مبروك اللي صار بأربيل، وما يبلى الأخضر وما يبلى الأبيض. ميرسي عماد، اشتقنا لك، ميرسي، بارك فيك. دائما كل حفلة هيك كبيرة جماهيرية بتترك بذاكرتك شيء حلو، بتحكي عنها، شو بتقولي عن أربيل وبطلتين الحلوين كانوا؟ طبعا أنا كنت كثير متشوقة لهالزيارة، والجمهور بأربيل كردستان والعراق ما خذلني أبدا، وعملت حفلة من أروع ما يكون، مش حفلة حفلتين، وجمهور كثير كبير وحلو وغنى معي وترك، يعني أنا كنت مفكرة حأترك ذكرى بأربيل، هن تركوا ذكرى فيي. طبعا طبعا طبعا، وقلت لك الميبلة الأخضر والأبيض لأنه بأول ليلة أخضر والثاني ليلة أبيض، أنا الأبيض كثير حبيت. مين اهتم بهالطلة الحلوة لهيوفا؟ زهير مراد صمم لي التصميمين خصوصي لأربيل. نعم. فكانوا من أروع ما يكون صراحة، يعني من أجمل الأشياء اللي لبستها يمكن بحياتي الفنية، خاصة الفستان الأبيض. أكيد أحلى شيء بعقب. أكيد كل المصممين يعني بيتباهوا بقطعهم على جسمك الحلو، واليوم اللي صعب. إلي صعب، وبكان كمان بكان فيستيفال إلي صعب. طبعا طبعا، أخذت لفت الأنظار مثل كل سنة على السجادة الحمراء التي تليق أنه تمشي عليها. هيفا اليوم حفل خيري، ودائما أنت عندك أعمال خيرية كثير بنعرفها وكثير ما بينحكى عنها، خبرينا عن تواجدك اليوم وما تأخرتك أن تكوني موجودة لدعم هالمؤسسة. هي مؤسسة حماية اللي بتعنى بشؤون كل أطفال المعنفين من كل أنواع العنف بالعالم. نعم. العنف الأسري، العنف الجنسي، العنف الاجتماعي، وطبعا يعني ما بدها اثنين يحكوا فيها انه الطفل من اقل حقوقه انه يكون عايش بين اب وام وعائله يعني مبسوط ومرتاح وهني، وهي من اقل حقوقه. لما يكون عندنا مؤسسه بهاي الاهميه بلبنان المفروض نلبي الدعوه اذا دعينا. ألف ألف مبروك على الكليب الرائع زي انساك، والنجاح المبهر مع أكيد أنجي الجمال. قد ايه سعيدة بهذا الأصداء، الكليب الحلو اللي كل صورة فيه هي تابلو، وأنا كثير بحب لما بتكوني باللانش وبتديري راسك هيك، الله شو الجمال. ميرسي عماد، طبعا هو كليب من أجمل ما يكون ومن أحلى الأعمال اللي أنا قدمتها مع أنجي جمال، بتمنى نعمل أعمال تانية كمان بهالجمال. ضروري ضروري نشوفك بالسينما، سينما الادفنتشرز، لانه لا تقل اهميه عن انجلينا جولي وهالممثلات اللي بتعشقهم سينما هوليود. انت يليق فيك لانه اللي شفناه بالكليب وعرفنا انه اتشالت 18 ساعه بالنهار وعورتي اجرك، ورغم وجعك استمريتي بالتصوير. هلا ما عورت كثير لانه وتر شوي شد، بس ركضت كثير وانا بحب الركض، بحب الرياضه،
وهيدا كيف فشل خلقي، لانه انا كثير بركض، انا بركض 30 دقيقه كل يوم على التريدميل، واذا عم بعمل رياضه اوت دور بركض ساعه ونص. يعني انا ركض بالنسبه لي بس الكليب، انه حتى انجي لما بتشوفني عم بعمل رياضه بتقلي انا على بالي هيدا الكاركتر اللي عم شوفه قدامي اللي هو هيك، انه احطه بقلب كليب بنفس الوقت يكون ايموشنال، وهذا الشيء اللي قدرت تخلط، يعني تخلط مع شاعر مع الاكشن. هاي شغله صعبه بس أكيد. كمان حلوه، اكيد حلوه. يعطيك الصحه، والام جي كي الرائع، الام جي كي طبعا ام جي كي يعني ما فينا ما نتوقف عنده، لانه كمان من التصوير اللي انا بحبه. يعني انا بحب انه انا اكون بشبه الموسيقى وهالشعر الطاير واللوكيت اللي الفانز كثير حبوها. فكمان ام جي كي من الكليبات اللي انا بموت فيها، بس انا نزلوا ورا بعض الكليبات صاروا عم يسرقوا من بعضهم النجاح. اكيد شو يعني نجاح ورا نجاح، شو ما انت سارقه كل انظارنا، واللي بيفتل بشوارع بيروت كلها بيشوف هالعروس الحلوه كيف عامله هالصوره. قديش في على وجهك في صبايا بده يتزوجوا، وقديش في عرسان عم بيستاهلوا تكون عروسهم حلوه هالقد؟ اكيد هون بدي اقول لصغير مبروك هالاعلان الجديد، وبدي اقول لكم انه في اعلان هلا نزل قريب كثير، اعلان الصيف كمان ما بيقل جمال عن اعلان العروس. صيف طويل وعافية، عندك مهرجانات كثير، ومنها بمهرجان اهمش حنكون معك. هيك لمحه عندك، لمحه سريعه عن شغلك المستقبلي؟ طبعا عندي رايحه على قبرص، نعم. وعندي مهرجان اهمش، ورايحه على مصر وعلى دبي. عندي يعني حسب ما تنسى كمان انه يعني نشاطي الفني بالنسبه للظروف اللي عم نمر فيها كمان يعتبر انجاز، انه عم بقعد بالطياره. ف بتمنى اقدر لبي كل المحلات اللي عم بتنادي لهيفا. مولد صاحبي غايب، حنشوفه بشهر رمضان، حتزيني شاشات شهر رمضان. بكره رايحه على مصر، اذا بدك تلقط فيي على المطار. طبعا. بدي اعرف شو جابك لهون. كيف عرفت مثلا؟ ما نايمه بشوفك، بحلم فيك، بقول بدي اقابلها لهيفا. دخيلك. رايحة بكرة على مصر، عندي تصوير حلقة لرمضان على قناة الحياة، وبعدين رح نبشر بالتصوير، بعدين طلع دبي يومين عندي شغل. ميرسي كتير لعربيكا، ميرسي لاهتمامكم، وإن شاء الله دايما بكون عنا أعمال هيك زي الشاشات العربية. إن شاء الله بالصحة والعافية، وثانكيو لاهتمامكم. شكرا. I love you.